من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. افترض أن هذا من الذرية الطاهرة من نسل محمد عليه الصلاة والسلام من نسل فاطمة، لكن عمله أقل، وهذا من نسل بلال وعمله أعظم، أيهم أفضل عند الله جل وعلا؟ لا شك أن الثاني أفضل. من أبطأ به عمله، من تأخر به عمله، لم يسرع به نسب، فالنسب لا ينفع، فلا أنساب بينهم، لا تنفع الأنساب. نعم، من آمن وعمل صالحا وعرف بالفضل لا شك أن أولاده وذريته ينتفعون بهذا إذا كانوا على هديه وسننه، ودونه في المنزلة في الجنة يلحقون به. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناه. نعم يستفيد من نسبه، لكن إذا كان عمله لا يوصله إلى أدنى مرتبة لن يصل، فمن أبطأ به عمله لن يستفيد من نسبه.